كان بانتظار البلوديتين الوهرانية والبجاوية بملعب أحمد زبنة. إصرار المحليين على حسم اللقاء بدأ واضحا بضغط هجومي منذ الدقائق الأولى. مولودية وهران سيطرت بالطول والعرض على أطوار هذه الجولة الأولى، وأهدر لاعبوها فرصا عديدة كهذه المحاولة من عمران الذي اصطدمت كرته بالعارضة، ثم هجمة مرتدة من بنيطو الذي يسدد وعمران لم يكن محظوظا مرة ثانية، ثم دائما عمران الذي كان بمثابة السم القاتل في دفاع البجوية وكرته فوق العارضة الأفقية. بنيطو حاول التسديد من بعيد ولكن هو الآخر كرته تخطئ الشباك. وفي الدقيقة 38 يأتي الدور على المدافع نساخ الذي أسدل ستار الهجمات الضائعة بكرة مباغتة سكنت مباشرة شباك الحارس الزيدي. أول هجمة لمولودية بجاية كانت في اللحظات الأخيرة من زمن الشوط الأول عن طريق بولعنصر، ومحاولة سهلة بالنسبة للحارس دحمان. المرحلة الثانية خرج فريق مولودية بجاية من قوقعته وبادر في الهجوم بعد تغييرات المدرب عمراني، وصنع بعض الفرص التي لم تأتي بالجديد على صعيد النتيجة. وفي الدقيقة 83 مخالفة مباشرة ينفذها بنيطو وبكل دقة وروعة يؤمن بها الفوز لمولودية وهران. وكاد نفس اللاعب بنيطو أن يعمق الفارق بهذه التسديدة. آخر محاولة في اللقاء كانت لمولودية بجاية، فرحة يوزع ورأسية يطو تجانب العمود لتنتهي المباراة بتفوق مولودية وهران بنتيجة هدفين دون رد. لعبنا ما كيما نقولوا مع فريق وين المقابله اللي فات ربح، جا وين دار الديكليك المقابله اللي فات جاي زي بروفي بلي المقابله اللي ربحها ماتش اللي فات، والحمد لله احنا كنا بريزون اليوم وربحنا المقابله هذه. نشكروا البوبليك، نشكرهم اللي عاونونا اخر دقيقه، ونقول لهم ان شاء الله يزيدوا يديروا كونفيونس في ليكيب هذه ومازال الخير قدام ان شاء الله. نقول بلي فيه عمل كبير يخص هذا الفريق من جميع النواحي، ولو نقول سواء من الناحية الفردية ومن الناحية الجماعية في الخطوط الثلاثة، نقول باللي عمل كثير واحد واجب عليه باش يخدم ويدير مجهوداته باش يحسن مستوى تاع الفريق من مرحلة الذهاب، واحد باش يدير الحوصلة تاعه ويشوف واش ينقص هذا الفريق اللي نقدروا ندعموه باش ندعموه. إذن